اه يا مس، سامعة حضرتك. معلش بس الميتنج طلعني ودخلني تاني، سوري. That's okay. نكمل. كنت بقول لكم ان ايه الكومباوند اللي لو عملت له حاجة، يعني انا معايا كومباوند هنا فهعمل له حاجة فيديني ان ايه ان او 2 بلس جاز. انا معرفش مين الجاز. مس انا في اللحظه دي ما حلتش دي الاول، انا حليت اول سؤال الاول بتاعت ال طب اوكي لو حلتيه قولي. تمام انا حليت، انا مش عارفه ليه بس يعني انا حاولت اجيب لها المساله ومش شايفه غيرها. يعني طب قولي. ايه هتبقى ان اي سي ال، عشان ممتاز. لما نعمل بلس الاي جي ان او 3 يدينا البارتيسيبيت بلس الان او الان اي ان او 3. ممتاز يا مان. بلس بجد ال ايه ان او سي. تمام. والبارتيسيبيت عندي هنا هيكون ايه؟ هيبقى ايه؟ ما هي دي اللي انا ضايعه فيها. ليه؟ احنا اول حاجة اي حاجة زي كده كومباوندز وبيحصل فيها دبل سبستيتيوشن، بقسم الكومباوند عندي لبوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف زي ما اتفقنا، وبدي البوزيتيف بتاع اول واحد للنيجاتيف بتاع تاني واحد. AGCL هتبقى AGCL وهيبقى بالظبط. white participate. تمام. AGCL هو ده ال white participate، والبوزيتيف ده اللي هو ان ايه، اخد ال ان او 3 اللي هي النيجاتيف فطلع عندي ان ايه ان او 3. فكده انا وصلت لان كومباوند ايه عندي عبارة عن ان ايه سي ال، يس والبي ان ايه ان او 3. ماشي. طيب محمد، عندي what is the name of gas D؟ ايه الجاز يس اللي هو دي؟ انا كده عرفت ان ده ان ايه ان او 3. فلما يحصل له تقريبا thermal decomposition يدينا ان ايه ان او 2 اللي هو صوديوم نيتريت بلس جاز ايه. اوكسجين. برافو. طب how do you detect it؟ دكت ات يعني ايه؟ يعني ازاي بتميز الجاز ده عن غيره؟ يعني مثلا اكسجين وهيدروجين، انا هعرف منين ده اكسجين وده هيدروجين؟ هو اوريدي كلهم جازس ليهم نفس، ما لهمش لون كلهم مثلا، ما لهمش ريحة، هعرفهم منين؟ طب ممكن؟ ممكن انا ارد على السؤال ده؟ محمد نديله فرصة. طيب عارفها يا محمد؟ ادي فرصة. لا عشان لا كده قول عايزة اقول لا. قول يا مالي. الهيدروجين، الهيدروجين لما هنعمله مع الماتش هيبقى بوب ساوند، ولكن الاكسجين البرنينج بتاعه هيبقى انكريز. برافو عليكي، ممتازة. يبقى الأكسجين جاز يا محمد بعرفه منين؟ إن هو increasing the glowing of burning match، بيزود الاشتعال بتاع ال burning match تمام. مع بوب ساوند. اهم حاجه بوب ساوند مع على طول. ال بوب ساوند ده بتاع الهيدروجين. انا بحب اقولها بس. طيب number C، write the chemical formula of the participate and its color. احنا قلنا البارتيسيبيت اهو جبناه، هيبقى وايت. والكلر قلتي ايه يا مريم؟ هيبقى وايت. وايت بارتيسيبيت. تمام ممتاز. ما بعرفش طيب ناخد نمبر 4 دي هومورك عشان تفكروا في نفس نوعية الأسئلة دي. بس احنا كده هناخد درس ولا نحل الحصة دي بس هنقعد نحل؟ لا هنحل بس. طيب تعالوا كده في نمبر 5. if you bought an iron nail and beaker containing diluted hydrochloric acid you will observe evolving of gas bubbles. what is the name of evolved gas? هنكتشف. طيب yes. عارفة بيج 14؟ غيوان نفتحها مرة تانية افتح انت مهم. او يعني. تمام سوري. تمام خلاص خلاص ما تفتحوهاش، هي كده كده باينه من غير ما افتحها. هو طالما طلع جاز يبقى الايرون طبعا مور اكتف زان الاتش الهيدروجين، صح؟ انا حاولت احل شويه بس جه في بالي حاجه واحده، يس قول. انه لما حضرتك قلتي الهيدروكسيد اسيد يبقى الجاز، هيبقى الهيدروجين جاز.
صح؟ بالظبط كده. طالما دخل هيدروكلوريك اسيد وطلع جاز، يبقى كده الايرون اخد مكان الهيدروجين وطرده بره لوحده، فبقى ال evolved gas H2. What is the type of the reaction بقى؟ simple substitution reaction. تمام، ده simple substitution reaction، لأن حاجة واحدة أخدت مكان حاجة واحدة. بالضبط. B give reason for the evolving gas bubbles. ليه ال gas bubbles دي طلعت؟ كأننا بنشرح يعني ايه simple substitution. يعني انا عارفه، يعني عشان الايرون بتيجي لما بتيجي مع الهيدروجين بتعمل كيميكال اكتيف سيريز، تاخد الريبليس للهيدروجين. بالظبط، كل ده اللي احنا هنقوله بالظبط كده، ان الايرون replaces the hydrogen in diluted hydrochloric acid. بس ايرون ايه بس تاني يا صاحبي؟ replaces يعني اخذت مكان ريبليسز. ايوه hydrogen in diluted ماشي. hydrochloric acid. اترك لك ماشي. طيب number 6، اسد حل بند نمبر 6 اللي معايا. تعرف انا عارف محله. يلا يا محمد. If you have copper sulfate solution، عندي copper sulfate اللي هو CuSO4 تمام. ومعانا base of magnesium ومعانا sodium nitrate، معانا Mg ومعانا NaNO3، ثلاث حاجات اهم، test tubes وثلاث او انابيب اختبار يعني، and a flame، شعلة او نار، show by the balanced symbolic equations how to get copper metal and oxygen gas. ازاي نقدر نحصل من الادوات اللي قدامنا دي على copper وعلى oxygen؟ هتبقى Mg plus CoU CuSO4 4 4 ولا4. ماشي. ماشي. سهم هيدينا كده، وبعد كده السهم ده اسمه ايه مس؟ الهيت. لا ده مش هيت المرة دي، ده هو الايكوال بتاعها يعني. لا لا ده خلاص. هيديني هيدينا في الآخر Mg M SO M 4 استنى مر Mg SO4 plus CO CU. برافو. يبقى انا دخلت الكوبر سلفيت بلس الام جي، الام جي هتقدر تاخد مكان السيو فتديني ام جي اس او 4 بلس السيو بارتيسيبيت، يبقى هنا هيتكون عندي الكوبر ميتال اللي هو بيكون لونه ريد. طب الاكسجين يتكون ازاي بقى؟ تجيب الأكسجين ولا أجيب لا أنا؟ مش دعوة هنا أجيب أنا. جاوب يا مالي. ماشي. عشان يجيب الأكسجين هنحط ال 2NaNO3 تمام بالهيت. تمام. برافو. ادينا بقى TNA2NaNO2 بلس ال O2 الأكسجين. بلس الاوتو. تمام. طيب نمبر 7، تعبان when the خلاص. students put an amount of sodium hydroxide solution in test tube and added an amount of hydrochloric acid. انا حطيت sodium hydroxide اللي هي NaOH بص هنا وضفت عليها amount of hydrochloric acid اللي هو HCl، عايزين اكمل الاكويشن و mention the type of reaction. مس محمد عارفها وعاوز يحلها، جاوب يا محمد يلا. هتبقى ان اي سي ان ان اي سي ال بلس برافو. اتش او اتش 2 او ايه اللي اتش او ده؟ اتش اتش او اتش 2 او. صح، برافو. H2O لأن ده الرياكشن نوعه ايه؟ الرياكشن نوعه الرياكشن نوعه هيقولوا ايه؟ عارفة يا انا محمد؟ عارفه. قول يا محمد. نيوتراليزيشن. لا نيوتراليزيشن ايه؟ ماشي، هي ممكن تمشي نيوتراليزيشن، بس نيوتراليزيشن رياكشن ده اسمه يعني انا بطلق عليه كده، لكن النوع دبل نفسه دبل بتاعه دبل دبل سبستيتيوت. بالظبط كده، دبل سبستيتيوشن رياكشن، ممكن نكتب جنبها نيوتراليزيشن لكن ما ينفعش نكتب نيوتراليزيشن لوحدها. حاضر. طيب بي
what happens when adding an amount of silver nitrate اللي هو AgNO3 to produce to the produced solution اللي هو المحلول ده اللي كان NaCl يعني يعتبر. هيعمل لنا white participate بتاع السيلفر كلورايد. برافو عليك، ممتازة. يبقى AgCl اللي هو white participate plus NaNO3. تمام. number 8 student poured some blue copper sulfate اللي هو CuSO4 in a beaker then added a piece of zinc. The student تمام. notes that this appear of blue color solution and red substance is formed. تمام. أنا عايزة أعرف أو عايزة أفسر explain the disappearance of blue color information of red substance at the bottom و write the equation. أنا بقول لكم write the equation. احنا نكتب الاكويج. Yes. ماشي، احنا اتفقنا ان الزنك اكتف، مور اكتف زن الكوبر. برافو. تمام، والكوبر هتبقى ان كيميكال اكتيفيتي سيريز. تمام. طب والسبستيوس الكوبر مش طالما الزنك أقوى يبقى يقدر يطرد وياخد مكانه، بالظبط يبقى يطلع إيه؟ هيبقى الكوبر، هيبقى كوبر سلفيت سوليوشن. هو أصلا كوبر سلفيت، مش فاهم هيطلع، يعني الزد اقول إن. البروتوتايب بتاعه هيبقى ايه يعني. بص يا مريم، بص الزد إن أقوى من السيو، فهتطرد السيو بره لوحدها وتقعد مكانها. لما تقعد ايوه مكانها تبقى تطلع عندي ZnSO4 اللي هي زنك سلفيت. ايوه طيب يبقى هيتكون عندي، يبقى ده ال السر أو الاكسبلانيشن بتاع ال disappearance of blue color due to the formation of zinc sulfate solution وال red color بسبب ايه؟ ريد كولر. يعني ايه الريد كولر بسبب ايه دي؟ هو بيقول لك ان هو اتكون عندي ريد سبستانس. ايوه ايه سبب تكونها؟ يعني ايه اللي اتكون كان لونه ريد؟ الكبر بالظبط. and due to the formation of red participate of copper. تمام. ايوه يعني ده اللي احنا هنكتبه. تحبوا اقولها لكم مرة تانية؟ ثواني بس عشان اجيب القلم واكتب مع حضرتك. اوكي انا بقول كده برضه يا مسعدها تاني، حاضر، هنعيدها تاني بس اجيب القلم واكتبها. ماشي، مستنياك يا مريم. شكرا. يلا يا مس. يلا بينا. أولا زنك is more active than copper. زين more active than copper. تمام. So it replaces it. So it replaced it. ماشي. and form zinc sulfate solution وبيكون لي عندي zinc sulfate solution and copper and red copper of او and red participate of copper. participate of copper. ماشي. ونكتب الإيكويشن دي حتى لو مش طالبها اكتبوها عادي. Zn plus CuSO4 هيدينا What is the type of this reaction بقى؟ simple. برافو، سمبل، لأن حاجة واحدة أخدت مكان حاجة واحدة. CO4 plus Cu. تمام يا بس. تمام. number 9 if you have these chemicals in school laboratory. عندنا diluted hydrochloric acid اللي هو HCl، عندي silver nitrate AgNO3، عندي sodium carbonate اللي هو NaCO3، sodium chloride NaCl. show by balanced symbolic equations how you get white participate. ازاي اقدر احصل على white participate؟ اظن قلناها النهارده كذا مره. CNO3. ثانية مش بكتب الحاجات. ماشي يا عم، NaCl
سي ال. عشان نجيب وايت بارتيسيبيت هنحط ال اي جي سي ال مع بعض، هتبقى الوايت شوف الجواب بارتيسيبيت. اللي ماسكه اي جي سي ال مع ايه يا مريم؟ لازم احطها مع حاجه. ال اتش سي ال اي جي هو سي ال اي ال. جي سي ال هو ده البارتيسيبيت اصلا؟ تمام. ايوه ما قلت هو ده البارتيسيبيت بتاعه الوايت. طيب اوكي، طب احط ايه مع ايه عشان يديني ال اي جي سي ال؟ الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين ايه؟ الهيدروجين والأكسجين. لا انا هحط حاجة من دول يا مريم، ركزي. أيوة هحط يعني نحط حاجة هتبقى ال NaCl عشان تبقى AgCl برافو مع ايه كمان؟ بلس مع حاجة فيها ايه تاني؟ CL بقى. مع ال CL دخلناها ايه؟ مين تاني هنا فيه ايه دي؟ احنا خدنا دي هتبقى ال AgNO3. بالظبط كده AgNO3، فيديني AgCl بلس NaNO3. دي الايكويشن بتاعت نمبر ايه، اكتبوها. كتبتها طيب نمبر بي يا محمد، جاز تربد لايم ووتر، عايزة حاجة من دول اعمل فيها حاجة فتديني جاز بيعمل تربد لللايم ووتر. طب بس قبل ما نعمل حاجة، في كومباوند من الفور كومباوندز اللي انا كاتباهم دول الفورمولا بتاعته غلط، حد ملاحظها؟ الفورمولا بتاعته غلط. يس. بشوف اللي اسهلها لكم شوية، مش اللي احنا استخدمناهم تحت يعني، ولا ال ADNO3 ولا ال NaCl. قلتي ايه يا مريم؟ مش محدش ملاحظها؟ حضرتك اه يا سامعاه؟ شباب، اه كده سمعتكم تمام. اخر حاجة بس قبل ما الميتنج يقفل علينا، كنا بنقول انهي واحدة المكتوبة غلط. لا استنى، انا هتبقى ثانية واحدة، هتبقى ان تو ان ايه ان ايه تو وسي او 3. تو تمام هتبقى برافو عليك، ان ان تو. ايه 2 سي او 3. ممتازين أنا اللي جبتها مش منتزين، أنا لوحدي. برافو يا محمد، ممتاز تمام. طيب قول لي يا محمد، ازاي بقى احصل او اجيب جاز تربت ذا لايم ووتر؟ ايه هو الجاز اللي تربت ذا لايم ووتر ده اصلا؟ أيوة الكربون دكسيد، الكربون كر الكبر كربونيت لا قلتي في الاول صح، ليه كده؟ كربون دكسيد يا هبل، كربون دايوكسيد. كربون دكسيد طب ماشي. ايه من اللي فوق دول اقدر اخد منه او اعمل له ايه فيديني بره كربون دايوكسيد؟ حلها انت ولا حلها انا؟ انا هحلها، خد انا الممتاز لوحدي. قول يا مريم، ماشي قول يا محمد. ما هو محمد انا عاوز اخد الممتاز وقال لي حل، انا هحل بقى. هتبقى Na2CO3 بلس 2HCl، وهنحط السهم فوقه ديليوتد DIL، وهتبقى تمام
2NaCl plus ال H2O plus ال CO2 والبارتيسيبيت برافو، تمام. يبقى ادينا NaCl plus CO2 plus H2O. برافو، تمام يا شباب، برافو عليكم، ممتازين. رانيا. عايش كده الدرس ده، تمام. لو في اي حاجة تانية مش مفهومة او سؤال جيتوا تحلوه واقف قدامكم، جهزوه السيشن الجاية قبل ما نبدأ في الدرس الجديد ان شاء الله، نحلها مع بعض. اوكي خلاص ماشي. اوكي، يلا، جود باي. اوكي باي.